الكوره جوال واخلاق كمان، مستحيل نرفع القبعه لنجم كوره من غير ما يكون له رصيد كبير من الاخلاق والقيم والسلوك المحترم. وعلى مر العصور عدى علينا نجوم من النوع ده، النجوم اللي مش ممكن ننساهم واللي مش ممكن ننسى تاريخهم واحترامهم. من بين دول الكابتن الكبير ربيع ياسين، ربيع ياسين اللي كان ولا يزال مثل وقدوه، احترم نفسه ومكانته وتاريخه فاحترموا كل الناس. جينا نقول له شكرا، شكرا على المشوار الرائع ونرد له جزء من الجميل. نجم كبير صاحب مسيره طويله الكابتن ربيع ياسين. اهلا، ازيك يا استاذ ربيع؟ ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ ازاي اخبارك؟ كل سنه وانت طيب يا كابتن. كل عام وانت طيب. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. احنا النهارده في بيت نجم اهلاوي كبير صاحب مسيره طويله من الانجازات والعطاء. دايما كانت سيرته واخلاقه الحسنه تسبقه قبل بطولاته. كابتن ربيع ياسين اللي انا بعتبره اهم وافضل اللاعبين اللي جم في تاريخ الكره المصريه. لما بنتكلم على الظهير الايسر بنقول افضل ظهير ايسر جه في تاريخ الكره المصريه، مع احترامي طبعا للجميع. كابتن ربيع ياسين صاحب مسيره طويله من الانجازات، لعب في بطوله الدوري، كاس مصر، كمان البطولات الافريقيه مع النادي الاهلي، وكمان على المستوى القاري ومستوى الدولي ما شاء الله صاحب مسيره طويله، كاس عالم، ألعاب أفريقية، كأس أمم أفريقية، فما شاء الله يعني الكابتن ربيع ياسين صاحب تاريخ مشرف. النهاردة جينا له في بيته علشان نقول له شكرا ونرد له جزء من الجميل. كابتن ربيع مشرفنا ومنورنا على قناة الأهلي، وأنا سعيد إن أنا مع حضرتك النهاردة وبعمل اللقاء يعني علشان نقول لك شكرا على مسيرة طويلة. أنا بشكرك كابتن أسامة، أهلا وسهلا بيك، نورت طبعا، أهلا وسهلا بيك. وأنا أنا بتشرف إن كنت في يوم من الأيام لعيب في النادي الأهلي، كيان كبير جدا بفضل الله تعالى، أجيال كبيرة جدا طبعا ومسيرات ما شاء الله. فبشكر ربنا سبحانه وتعالى إن أنا كنت في يوم من الأيام لعيب بنتمي لحاجة كبيرة جدا أنا بحبها جدا لحد دلوقتي، طبعا هو بيتي لحد دلوقتي. فكلنا طبعا كلنا بننتمي لكيان حاجة يعني حاجة تشرف يعني. فبشكر ربنا وبرحب بيك وبتمنى دايما كان يبقى في المقدمه وفي الصداره دايما على طول يا رب باذن الله تعالى. كابتن ربيع ياسين ما شاء الله مسيره طويله من الانجازات والبطولات سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر. عايزين نبتدي الحكايه والقصه من اولها، تيجي نقعد ونحكي بقى بدايات. اتفضل يا كابتن. اتفضل. ربيع ياسين ابتدي مع حضرتك بقى الحكايه من اولها، من بدايه بني سويف. هو انا كنت بلعب طبعا في مركز شباب الفشل من الصغر يعني، وانا بحب الكوره ومفيش حته في الفشل ما لعبتش فيها. وكنا في مركز الشباب عندنا بنروح طبعا بنعمل دورات صيفيه طبعا ورمضانيه ونشوف بعض كده على المستوى المحلي، ما كانش عندنا طبعا مسابقات ولا اي حاجه خالص بنشترك فيها. لحد طبعا ما رحت لعبت في فريق بني سويف كان بيلعب في الدرجه الثالثه في مجموعه الصعيد. وبعد كده كان في العيد القومي ماتش بين الاهلي وبين بني سويف في العيد القومي. فاليوم ده انا عملت ماتش كويس قوي، وكان اللي موجود الكابتن عمرو ابو المجد استاذ كمال حافظ، وشافوني قالوا لي ما تيجي ده انت شايفينك استعدادك كويس، انت مواليد كام؟ قلت لهم سني وكنت تحت السن، انت كنت 18 سنه. قالوا لي خلاص ما تيجي في النادي الاهلي، كان الموسم بيتشطب يعني في نهايه الموسم. فروحت انا طبعا في نهايه الموسم ان انا كان مستر ديكوتي موجود كابتن فؤاد شعبان وشافوني يعني. قالوا خلاص يعني احنا ان شاء الله الموسم انتهى باذن الله نبعت لك في يوم ان شاء الله، روح دلوقتي. طبعا المسؤولين في بني سويف سمعوا الاهلي راح ودوا كل ورقه على المؤين العرب، والمؤين العرب على الاسماعيلي، وبعتوا لي تعال عاوزينك خير. ودوني المؤين العرب، قابلت رئيس مجلس الاداره
وبعدين ودوني الإسماعيلية قعدت أسبوع مع مستر تومسون الإنجليزي يجربني. فعجبت طبعا الراجل مضوني كمان على الاستمارات في الإسماعيلي طبعا. وكل ده وأنا طبعا يعني مش واخد بالي خد بالك إن الدنيا يعني هتروح سكة تانية خالص. إن عم عبد بقى البقال الله يرحمه سمعت ما تعرفش قدر الله سبحانه وتعالى بإرادة ربنا ثم الإداري النشيط المخلص الوفي مين وقتها؟ كابتن عم عبد البقال الله يرحمه. الله يرحمه. لقيت الإغراف جاي لي كده من النادي الأهلي انتظرنا في القطر اللي هيوصل بني سويف الساعة 1 الظهر. رحت طبعا كان معايا أخويا الله يرحمه فلقيت واحد بيبص لي من الشباك أنت ربيع ياسين؟ قلت له ربيع ياسين. قال لي اركب معانا. قلت له اركب معاك فين وأنا معايا؟ قال لي اركب. كانوا رايحين طبعا سوهاج في طه هيلعبوا ماتش ودي كان الأهلي زمان بيروح المحافظات بيلف كابتن فعلا. أحمد ماهر بفرقته خد بالك فقال لي تعالى وقال لي اخويا اطمن معانا ما تخافش ما تقلقش. فراح هو سمع فعاوز يعمل ايه يجربني في الماتش فلعبني شوط باك ليفت وشوط باك رايت. رجعت من سوهاج على بيته في الهرم عشان تقضي في النادي الاهلي عشان ابقى موجود. فقال لي قلت له اهلي وانا طبعا فبيسالني يعني. فتاني يوم كنا رحنا بقى جيت النادي الاهلي بقيت عنده في البيت جابني الصبح قابلت سياده الفريق المرتجي. بس قبل من الاهلي وقبل ما تقابل الفريق المرتجي الزمالك برضو دخل في الزمالك. انا كنت رحت في رمضان في شهر رمضان كان في عندنا مستشار زملكاوي فشافني وانا بلعب هو اللي عايز يتطوع يوديك نادي الزمالك قبل قصه الاهلي وقصه قبل القصه دي خالص. فانا كنت باجي مصر انا ما كانش عندي حد ولا كنت اعرف حاجه في مصر كنت اول مره مثلا اتغرب من بني سويف او الفاش لمصر كانت امور زمان صعبه جدا انك تروح محافظات. طبعا ما كانش عندي اسامه اي حاجه ان انا كنت باجي من الفاش لمصر يوميا فطبعا مفيش مكان استراحه ولا مفيش حاجه خالص فاتمرن يوميا كتير جدا عليا فزهقت فقلت لا انا مش هكمل انا هروح انا هرجع بني سويف والعب وخلاص وارضى بما قسم لي الله وخلاص. لحد ما لقيت عم عبد الوهاب جاي لي البيت وانا قاعد قلت الزحمه اللي جايه دي تاني الناس عرفوه فمشين وراه خد بالك. ف لما خدك النادي الاهلي بقى النادي الاهلي طبعا مين اللي كان في استقبالك وقتها وكان الفريق المرتجي هو رئيس النادي وقتها؟ طبعا الصبح رحت انا الصبح رحت سياده الفريق طبعا و رحنا طالعين على بني سويف عشان يقابل المحافظ عشان يخلص على طول ويقابل المسؤولين في بني سويف يعني. فقالوا له والله ده اللي استغنى لسه رايح امبارح على الاسماعيلي. فالراجل قال لي انت عاوز طبعا عاوز الاهلي طبعا مش كلام كانش فخلاص موضوع بقى المنطقه يعني الفيصل هو منطقه اسيوط كنا احنا احنا تبع منطقه اسيوط. فعم عبد الله يرحمه اتصل بيا بالليل طبعا على التليفون الارضي قال لي مبروك جبنا ورقك قبل اي نادي وانا كنت طبعا مضيت على ان انا عاوز ابقى في النادي الاهلي وده شيء يسعدني ويشرفني. وخلصت القصه بقى وبدات بقى من 79 لحد ما اعتزلت في النادي. كنت كام سنه كابتن ربيع ولما دخلت النادي الاهلي؟ كنت 19 سنه 79 تحت السن لقيته 3 سنين تحت السن. فاكر اول تمرينه ليك؟ اول تمرينه ليا مين اللي استقبلك وقتها؟ هو انا كنت انا سافرت المانيا مع منتخب 19 سنه ولعبنا هناك ماتشات وجيت على فتره الاعداد. فتره الاعداد كان فيها بقى النجوم من 79 بقى نجوم كتار جدا وكان مستر ديكول ده انا قلت لك بقى كان الوقت ده كابتن خطيب كابتن مصطفى عبده كابتن مصطفى يونس كرامي ثابت البطل مختار طاهر الشيخ لا ده نجوم مصر الجيل كلها الزهبي. الجيل الذهبي اللي انا كنت بتفرج عليه وسعيد جدا بيه لقيت نفسي في وسطيهم واخد بالك. في بقى في حاجه كويسه جدا ما شاء الله الناس لازم تعرفها ان النجوم دول والبطولات دي ما بتجيش كده لا بتيجي بفضل الله ثم الكبير دايما في النادي الاهلي بيحتضن الصغير والصغير بيحترم الكبير اجيال بتسلم بعض في لحظه يا اسامه في وسط نجوم وانا اساسا جاي من مركز شباب مع احترام شديد احترام مساعده كاني ابن النادي كاني قديم لحاجه جميله جدا وبدات المسيره بقى من 79 لحد ما اعتزلت. كان مع المدرب هديكوتي وقتها هديكوتي هو اللي اكتشفني يعني شاف قدراتي في الملعب قال لهم ده هيبقى باك ليفت مش الاهلي منتخب مصر وهو اللي اداني كان في ظهري يعني كان بيلعبني ولعبت ماتشات وديه كتير جدا وكان مهتم بيا لان كان في الكابتن هاني مصطفى الله يديله الصحه كان بيصر ان ياخدني فرقه 19 سنه وقال له لا هو هيتمرن معايا وينزل على الماتشات. فطبعا كانت حاجات جميله وحاجات طبعا مش ناسيها ابدا لكن كمدرب كبير هديكوتي كبير جدا يعني. طب اول مباراه رسميه مع النادي الاهلي دي كانت اول تمرينه مع النادي الاهلي وكانت فتره الاعداد بره اول مباراه رسميه. انا كنت احتياطي ماتش وين العرب وجي مدحت رمضان اتصاب نزلت مكانه وكسبنا في الثانيه الاخيره
اللي سجل الهدف حسام البدري. ده اول ماتش ليا رسمي مع النادي الاهلي. اول ماتش ليا. وبدات بقى اسامه بقى يعني الموسمين اللي انا لعبت ماتشات قليله وكنت بقعد احتياطي لحد سنه 81 بالظبط انطلاقا بعد كاس مصر اللي لعبناه مع المؤمنين العرب وكسبناه بضربات الجزاء. من ساعه البطوله دي خلاص كتير. خلاص لحد ما اعتزلت خلاص كنت اساسي ولعبت وما كنتش بغيب كتير ابدا. اصاباتي كانت قليله بفضل الله وكنت محافظ على نفسي كويس قوي والحمد لله كل تقريبا البطولات اللي اشتركنا فيها كابتن اسامه بفضل الله تعالى بنسبه 100% فيما اشتركت فيها افريقيا كاس مصر الدوري افراسيويه هنتكلم اكيد عن التاريخ ده كله لكن برضو حضرتك اول مكافاه او اول مرتب من النادي الاهلي ما تنساش اول فلوس من النادي الاهلي كان كنت في البيت عند عم عبد البقال اداني 100 جنيه 100 جنيه قال لي عاوز ايه طلباتك قلت له انا اقول طلبات للنادي الاهلي فانا يكفيني شرف يعني اخد بحياتك انا كنت بتكلم بصدق وبامانه فعلا فراح اداني كده طلع لي 100 جنيه جديده واداها لي قلت له زي الفل تمام قال لي يا ابني اطلب قلت له ولا اطلب اي شيء فدي دي دي اول فلوس خدتها بعد كده بقى يتعمل طبعا راتب شهري كان ايامنا الرواتب الشهريه ومكافئات الماتشات بلاك ابتسام فكنت بقى مشيت انا ما كنتش فيها الاولى لان كنت لسه داخل جديد بعد كده كابتن حسن حمدي الله يديله الصحه كان عملني فيها اولى بعد ما انا لعبت ثبت وجودي ومشيت مع الفرقه فدي ما كانش طبعا يمكن اكبر المبالغ اللي خدناها لما جينا من كاس العالم 90 وعملوا لنا عقد احتراف بثلاث سنين كان 20 سنة ده بعد كده الاحتراف بعد كده بعد سنه حضرتك دايما الجيل بتاعك كابتن ربيع بيتكلموا عن راجل عظيم اسمه عم عبد البقال الراجل ده اكتشف نجوم ومواهب كتير كان بينزل نجوع ومحافظات مصر علشان يخدم النادي الاهلي بص يا اسامه هو سافر اسيوط في عز الظهر خد بالك والمواصلات طبعا انه يركب اتوبيس ويروح ويجي في الظهر وهو راجل كبير واخد بالك عشان يجيب لي الكارنيه بتاعي قبل اي حد حبا في الكيان واحتراما للكيان واخلاصا للكيان الكبير خد بالك اللي هو بيتشرف وكان موجود فيه حاجه كبيره جدا تحسب له بصراحه طبعا خد بالك بفضل الله ثم عم عبد البقال لانه عمل جهد غير عادي عشان يروح يجيب الكارنيه من اسيوط وكان في وقتها انديه كتير عايزه تاخد تخطف كابتن ربيع سي هو اكيد الناس فوجئت فانه يروح ويروح ويجيب الحاجات دي طبعا تحسب له وكان راجل الله يرحمه حاجه جميله جدا جدا اداري على اعلى مستوى دي حقيقه ففضل من ربنا سبحانه وتعالى ثم ليه يعني اكيد لعبها بدر رجب ربيع ياسين يقلبها ودخل تاني بيحطها هو يحطها جول الاولاني للنادي الاهلي كابتن ربيع ياسين ما شاء الله تاريخ مشرف تاريخ كبير لكن بطوله 82 اول بطوله افريقيه تدخل النادي الاهلي عمرها ما تتنسي وليها كواليس وفرحه كبيره طبعا خاصه حضرتك كنت من الجيل الذهبي اللي شارك في البطوله دي طبعا بطوله كبيره احكي لنا بقى بطوله 82 والصعوبات اللي انتوا شفتوها وقتها خاصه دلوقتي افريقيا مختلفه دلوقتي بتلاقي الطياره الخاصه طبعا. بتلاقي الشيف معاك بتلاقي الدنيا سهله يعني ما بقتش يعني زي زمان لا انتوا في الوقت بتاعكم صعوبه طيران صعوبه اقامه يعني عملتوا انجاز طبعا زيت اسبوعين لازم اتشالم من اسبوعين كنا بنخش اليوم افريقيا وبعدين كنا لازم كده دي نعدي عليها باي حال من الاحوال حتى لو مش كلام والفندق لا كانت افريقيا صعبه الملاعب الفنادق قليله جدا الامكانيات طبعا الصفا كان بيقعد فتره طويله جدا لا افريقيا دي لينا قصص فيها خد بالك في التحضير فكنا دايما كان يعني في مسؤول تغذيه غير يعني بتختلف عن دلوقتي كل حاجه متاحه في لعيبه ما كانتش تحب الاكل بره فكنا نعمل ايه بقى نشترك مع بعضينا ونجيب الجبن طبعا واخد بالك والمعلبات والحاجات دي كلها من مصر معاك كنتوا مسافرين كان دي مسؤول عنها كابتن اكرامي ياخد من كل واحد 50 جنيه ويجيب بقى البقسومات والجبن والحاجات دي كلها واخد بالك والمخزن عنده والمخزن عنده دي حقيقه يعني فلا لنا ذكريات كبيره جدا التمارين طبعا ولنا في البطوله نفسها بطوله كبيره جدا طبعا احنا كان في بطوله قبلها كنا هناخدها بس الاولى طبعا استشهاد الرئيس السادات الله يرحمه ودي كنا قريبين جدا لكن اراده ربنا عوضنا اللي بعديها 82 عوض بطوله كبيره ما ننساهاش طبعا تعبنا فيها اجتهدنا فيها اشتغلنا فيها قدمنا فيها احلى كوره كان جيل كبير جدا جدا بيقوده ناس كبيره
ناس فاهمة، ناس عارفة، ناس ممتعة. وعلى رسول طبعا الكابتن الخطيب دي حقيقة كان ليه دور فعال كبير جدا، وفي النهاية في كل الماتشات طبعا، وفي النهاية المباراة للكابتن ربيع ياسين ما انساهاش. ايه في البطولة دي كانت مباراة صعبة والمباراة الأهم كتوك النهائي. النهائي كتوك اللي كانت في القاهرة ولا كانت في الاثنين؟ لأن القاهرة فريق كتوكو فريق كبير جدا وعنده نجوم، وعلى المستوى الفردي والجماعي والمهاري كان تعبنا جدا في استاد القاهرة. وربنا احنا وفقنا قوي ان احنا نكسب ثلاثة. لكن هو كان ليه اهداف ضاعت. يا نهار طويلة اوفسايد. ماشي يا مصطفى عبده مش اوفسايد. ماشي بالعبر العرض على طول الكره الثاني. ومصطفى عبده بالعبر للخطيب حلوه من ورا الجول. وماشي الخطيب هو واحد بفضل نفسه وانا بنجيك شمال وشاد الخطيب. تيجي بعد كده الماتش الثاني. الماتش الثاني عنينا لأنهم تعبونا في الفندق وتعبونا في الملعب وتعبونا في الدخول وتعبونا يوم المباراة وقبل المباراة. يوم المباراة ده كان صعب جدا جدا جدا، كان جو حر وطبعا تعبونا بالأسحار اللي بيعملوها والاستفزاز والخروج عن حاجات كتيرة جدا. حتى أوضة اللبس ما كناش عارفين ندخلها، دخلتوا على الملعب على طول. الملعب والاستاد كان مليان، البلد كلها كانت في الملعب. وبعدين هم جابوا فينا جول تقريبا في أول 20 دقيقة حاجة 20 دقيقة تقريبا. فطبعا مع الضغط والجمهور والمسؤولية ودخل فينا جول، لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم طبعا الأداء الرجولي. طب الطائرة الخاصة، فاكر الطائرة الخاصة طلعتوا بيها؟ طائرة عسكرية. كانت الطائرة الحربية وقتها يعني كان دلوقتي وقتها إنجاز طائرة خاصة. احكي لنا بقى الحواديت اللي كانت جوه الطيارة. دي بقى بص يعني كان العدد كتير جدا، ففي ناس كانت نايمة في الأرض وناس فوق 30 وناس على الكرسي وناس فوق. الطيارة كانت لذيذة جدا. فطبعا كانت البعثة كتيرة جدا. وكان طبعا موجود الله يرحمه كابتن صالح سليم رئيس البعثة طبعا الله يرحمه. وكان موجود الدكتور عبد جمال الدين رئيس شباب الرياضة، وكان مسؤولين كتير جدا كانوا معانا، واللعيبة طبعا وبعض من الناس. فالطيارة طبعا كانت زحمة. خدتوا المراتب بتاعت الاستراحة فرشتوها في الطيارة. اللي بقولك اللي نام تحت الكرسي اللي فوق الكرسي، والسفرية كانت طويلة. فسفرية لكن سفرية ممتعة لأنك كسبان وراح في نهائي تحمل مسؤولية. خد بالك حاجة ما انساهاش طبعا، وحاجة تحسب للمسؤولين النادي الأهلي وتسأل المسؤولين عن الكورة في مصر. وحاجة الفرحة بقى وانتوا راجعين. لا بص وانتوا راجعين واستقبال الجماهير وأول بطولة أفريقية للجيل ده اللي بدأ خلاص، هو اللي حط البداية للأجيال كلها اللي جاية. دي حقيقة. احنا كنا هنفطس في الأوتوبيس لأن الناس مش عايز أقول لك شالوا الأوتوبيس من المطار. شوف الكلية الحربية من المطار، شوف قد ايه خدناها في ساعات. صعب جدا. الناس كانوا في المطار والناس استقبلونا والناس كانوا عاوزين. لا فرحة. وصلنا بقى النادي، كنا زمان بنركن عربيات في النادي بلك ونيجي عشان ناخد ما عرفش نوصل واللي يهرب من هنا، عشان الناس فرحة كبيرة جدا. وجمهور النادي الأهلي من وجهة نظري أنا فيه جمهور زي بصراحة، عشان كده كنا دايما بنقول همه عشان احنا لازم نفرح الجمهور، لازم نحط الكيان في وضعه الطبيعي. فطبعا فرحه ما تتنسيش ابدا من ساعه ما خلصنا المباراه والحكم صفر للفندق للمطار للطياره لمطار القاهره لمشيان في صلاح سالم للنادي الاهلي مقر النادي الاهلي. كان يوم تاريخي تاريخ لا يمكن. بقول لك يوم تاريخي يا اسامه. احنا كنا الناس ناقصين يشيلوا ماشيين، اولا مش عارف يتحرك بص الناس قدام ورا. فلا يوم تاريخي والواحد كان سعيد جدا جدا بهذا اليوم وهذه البطولة. وطبعا كانت بطولة كبيرة جدا لجمهور فعلا يستحق كل الاحترام والتقدير، ونادي كان كبير جدا طبعا في الكلام. ما شاء الله الجيل بتاعكم كمان يا كابتن ربيع من ضمن الانجازات اللي عمرها ما تنسي في فترة الثمانينات. ما شاء الله كنتوا محتكرين البطولات الافريقية، ابطال الكؤوس وابطال الدوري. يعني كلمني عن الجيل العظيم ده، يعني خاصة ما شاء الله يعني كانت البداية عندكم بالنسبة لكل الأجيال اللي جابة في تاريخ النادي. الحمد لله ده بفضل الله، ثم طبعا المنظومة كاملة متكاملة، جمهور كبير، إدارة على أعلى مستوى، لعيبة على أعلى مستوى، أجهزة فنية على أعلى مستوى. بص يا كابتن، احنا بطولة أولانية 81 سحبنا منها دي واحد. بعد كده في عندك خمس بطولات، اثنين أبطال دوري وثلاثة أبطال كاس ورا بعض. بالك وبعد كده كان في 83 وصلنا برضو نهائي هناك واتظلمنا بهدف تسلل. بالك واللي اقصده ان اجيال كانت كبيره، قدرات خاصه يا كابتن اسامه، مسؤوليه.
الناس كانت عارفة جيل الثمانينات كان بيتميز يا كابتن أسامة، يعرف يعني ايه تركيز، يعني ايه التزام، يعني ايه مسؤولية، يعني ايه انتماء، يعني ايه رغبة. فده يعني ايه جمهور في مسؤولية كبيرة عايزين تساعدهم في كل مباراة تلعبوها. احنا الجمهور يا كابتن أسامة كان بيجي، وانت يمكن لحقت الكلام ده، كان بيجي في التمرين بيملى الملعب حقيقة. كان حقيقة. النادي الكبري ده الناس خارجه بعد التمرين يقول لك هو في ايه؟ خارجين من تمرين مصر كلها كانت في التمرين، وبعدين مش كانوا مشجعونا، مشجعونا في ظهرنا. يعني احنا عندنا نهايه، عندنا تمرين، تلاقي الدنيا كلها في الملعب بتشجعنا، كانت الدنيا مفتوحه شويه في الجمهور يعني. فطبعا وبعدين دايما لعيب النادي الاهلي بيقدر كل الاجيال، تقدر المسؤوليه، بتحترم الكيان، بتحب الكيان، بتبذل كل ما تملك عشان الكيان، الحب، الترابط، حاجات كتيره جدا. اعتقد ان هي حاطه الكيان في وضعه الطبيعي في مصر. عايزين نفكرك برضو في مباراه مهمه في تاريخ الكابتن ربيع السين عمره ما ينساها امام الزمالك، وكابتن ربيع احرز هدف فيها. المباراه دي انتهت لصالح النادي الاهلي وقتها 2-1. هو ده ما كان يعني تقريبا ده دور الثمانيه قبل النهائي. دور الثمانيه دور الثمانيه في امام الزمالك. دور الثمانيه انا في رمضان برضو كانت، احنا كنا واخدين الدوري وكنا قابلنا الزمالك، وبعدين سجلنا هدف لطاهر ابو زيد، وبعدين تعادل جمال عبد الحميد، وبعدين جينا بقى الاشواط الشوطين الزياده يعني. قدرنا ان احنا في الشوط الاخير اللي هو قبل ما تنتهي المباراه بثلاث اربع دقائق، ثلاث دقائق بالظبط تقريبا، انا جريت من نص الملعب، جريت على في حته الشمال بتاعت دي، وبدل رجب كان معاه الكوره، فبدل العبني راح هو لعبها لي، رحت واخدها وجاري خد بالك، وقابلني هشام يعني، ورحت بفضل الله تعالى بشمالي حطيتها على يمين ايمن طاهر. وخلي بالك الهدف ده انا بعتز بيه جدا جدا جدا، هو في نادي كبير بحجم نادي الزمالك طبعا، كل التقدير والاحترام طبعا مفيش كلام، وفي نفس الوقت ادانا الكاس. وبعدين احنا كنا دايما بنفرح لفرح الجمهور يا استاذ، الجمهور فرحان، الجمهور سعيد، الجمهور جميل برضو. خلي بالك رجعنا النادي برضو نفس الاحتفاليه ونفس فرحه الجمهور، حاجه جميله جدا بصراحه والله، حاجه جميله. كابتن ربيع السين ما شاء الله بالرغم ان هو بيلعب مدافع باك ليفت، وانا بعتبره يعني احسن باك ليفت جه في تاريخ الكره المصريه كلها مش في النادي الاهلي بس، يعني كان دايما احسن لاعب يعني مبادئا للمهاجمين، لكن الكابتن ربيع السين لما يبقى احسن لاعب في مصر ويبقى هو مدافع فده انجاز كبير. ده بفضل الله سبحانه وتعالى، طبعا المدربين اصحاب الفضل، الادارات المحترمه الكبيره اللي مثلوها ناس على اعلى مستوى في النادي الاهلي، اللعيبه، الاداريين اللي ساعدوني، الجمهور. هو الموهبه يا سامة بتفرض نفسها، هو من فضل الله ربنا سبحانه وتعالى بيديني الموهبه. وانا مخلي بالك انا سنه 84-85 خدت احسن لعيب في مصر، ده طبعا عندي مجله النادي الاهلي ادتني احسن لعيب في مصر، وكرمني طبعا الكابتن صالح وده موجود عليه، جران الميسا اداني احسن لعيب في مصر برضه، وجران الوافد خد بالك. لا اقصده ان باك ان ياخد، انا كنت بطور نفسي يا اسامه وبشتغل مع نفسي كتير جدا، وكنت عايش حياه المحترف. ليه؟ لان لما اجي مركز شباب والاقي نفسي في وسط النجوم لازم احافظ على نفسي واحافظ على النعمه، بتشتغل كتير ومحتاج تحافظ على المستوى وانام كويس واتغذى كويس ومركز وقاعد قافل على نفسي، ليه؟ عاوز انجح. فطبعا كنت بقى كل ما ربنا يكرمني اكتر كنت ازود بدني، ازود مهاري، ازود خططي، ازود اشتغل على نفسي، بحب التمرين جدا جدا. والله اقصد يا كابتن اسامه الانسان اللي بيجتهد وبيحاول دايما ربنا بيوفقه وبيسعده الحمد لله. كابتن ربيع عايزين بقى نشوف في الجيل بتاعك وفي المعسكرات والسفريات وماتشات افريقيا مين اللي كان دمه خفيف؟ من صاحب المقالب وصاحب لا كابتن مصطفى عبد كان ده دمه شربات، ده علينا ليه مواقف. طب قول لنا بقى احكي لنا. طبعا ده لذيذ جدا بس الكابتن مصطفى عبد ما يبانش عليه لا الهدوء بص يا كابتن اسامه هم الاجيال دي كلها كبار ونجوم لكن والله خف الدم وتواضع وحب وفرفشه في الوقت المناسب. طب قول لنا على الكابتن مصطفى بقى. لا احنا عارفين طبعا في الملعب بتنزلوا حاجه تانية بس عايزين اللي بره الملعب بقى وفي المعسكرات. لا ده كابتن مصطفى ده لذيذ، كان خف الدم وتصرفات طبعا. اولا كان هو بيقوم في رمضان لما يكون العسكر بره يقوم بدور مسحراتي صح والله هو دي الحاجه يعدي على الاوض يعني يعدي على الاوض يعدي في الطره في الطره يعدي على الاوض. هو كان بيقوم بدور مسحراتي خف الدم يعني وبعدين هو يعني كان سهل ولذيذ وليه حاجات فكان بيختار الحاجه اللي هي ايه اللي تسعدنا وتقعد تضحكنا. فلا ده كان كابتن النادي الاهلي لكن كان دور كبير جدا وفي نفس الوقت ده ليه مواقف كتيره جدا وخف الدم. لازم مش هسيبك غير ما تحكي لنا حاجه يا كابتن ربيع لازم تحكي لنا حاجه عن الكابتن مصطفى عبد. فطبعا والله كلهم كانوا حاجات جميله جدا ممكن يكون غير المسحراتي ان هو
لا في حاجات تانية ممكن افتكرها مع ان شاء الله. طيب لا افتكر تبقى شويه وافتكر. هسيبك هتفتكر. لكن دلوقتي برضو من ضمن البطولات كابتن ربيع ما انساهاش، ما شاء الله كابتن ربيع يعني لعب في كل البطولات سواء محليه او قاريه. بطوله 86 كاس الامم الافريقيه 86 كانت موجوده في مصر، ومصر توجت بالبطوله. ده كان بطوله صعبه، في فرق كان في نجوم طبعا، وبعدين ثمان فرق اقوى ثمان فرق في افريقيا، وبعدين فيها الكاميرون والجزائر والمغرب المحترفين، وعلى ملعبنا كمان، واول ماتش هزيمه السنغال. كانت صعبه جدا يا يوسف، صعبه جدا جدا. انا ما انساش اليوم ده، انا في اليوم اللي دخل فينا جول وهربنا من السنغال، انا حرمت نفسي من العشاء عشان اذنب نفسي. ليه؟ مش متخيل ان في بطوله في مصر لسه. وبعدين ايه الدنيا كانت، الجمهور بقى يا اسامه والشوارع متزي، يعني الدنيا بتقول احنا ان شاء الله عايزين ناخد البطوله. واول ماتش هزيمه، الامر صعب جدا، وداخلين تاني ماتش خلي بالك، والفريق اللي هو كسبان ماتشين ورا بعض. فالامر كان صعب طبعا، لكن مع الاجتهاد ومع الشغل ومع الاصرار قدر ربنا ان احنا نكسب الماتش اللي بتاع كوت ديفوار، وبعدين نكسب موزمبيق تقريبا، وبعدين نقابل المغرب في قبل النهائي، وبعدين نقابل الكاميرون. لا ده كانت بطوله من اقوى البطولات شفتها، وانا كنت يعني عملت بطوله كويسه ولعبت كل الماتشات الخمس ماتشات اللي فيها، وما شفتش بقى انت بقى الجمهور والاستاد عامل ازاي، والملعب والناس وفي الشارع وعند الفندق والاوتوبيس. لا ده مصر دي جمهور، مصر جمهور كبير جدا جدا. طبعا كنا سعداء، كانت بطوله قويه جدا، وفي نفس الوقت ربنا كرمنا ان احنا خدناها على ارضنا، فما انساهاش طبعا، بطوله كبيره جدا. دي بدايه الدولي، يعني انا دولي من ساعه 81 82، ودي كانت اول بطوله قويه افريقيه لينا مع منتخب مصر. 87 برضو بطوله الالعاب الافريقيه، العاب في كينيا. دي برضو رحناها، كان معانا مدرب انجليزي برضو، خلي بالك احسن مش كده، اول ماتش ضربناها برضو لكن خدنا البطوله. كيف اول مباراه؟ والله اول ماتش بس تبقى ده مفتاح الفوز، مفتاح الفوز بفضل الله تعالى. يعني حصل مشكله فنيه يعني بيننا وبين الفرقه، وحصل ان دخلوا فينا جون وما كانش فيه توفيق، والماتش انتهى بهزيمه، لكن الاصرار والاراده قدرنا ان احنا ناخد البطوله من كينيا على ارضها. وبرده البطوله دي لعبت كل الماتشات فيها، وكسبناها 1-0 طبعا، وخدنا كاس افريقيا لدوره الالعاب الافريقيه سنه 87 بديله الذهبيه. قليل قوي من اللعيبه اللي لعبت كاس امم افريقيا، العاب افريقيه في اولمبياد 84، لسه هنتكلم عن اولمبياد دلوقتي لوس انجلوس، اولمبياد وكمان كاس عالم 90، العلامه المضيئه او التاريخ المضيء في حياه الكابتن ربيع ياسين. نتكلم الاول عن اولمبياد 84. احنا لعبنا اربع ماتشات، ماتشين ماتش وماتش، ماتش في القاهره مع زامبيا اتغلبنا في زامبيا 1-0، كسبنا في مصر، كسبنا 2-0 في مصر، يعني سجل الاهداف مجدي وكابتن الخطيب، كسبنا 2-0. بعد كده الجزائر 1-1 في الجزائر، 1-0 في مصر. فطبعا وبعدين روح الاولمبياد بقى، قابلنا بقى ايطاليا، وقابلنا امريكا، وقابلنا كوستاريكا. التصنيف الاول طبعا كانت بطوله كبيره جدا، دي بقى برضو ما تتنسيش. اولمبياد بحجم الاولمبياد، تشوف بقى الاولمبياد هناك ازاي يا اسامه، بتنظيمها بادارتها بفنياتها بفرقها بالبلد نفسها باستعدادها بكل حاجه، كل حاجه هناك كانت كبيره وحاجه طبعا لا توصف بصراحه يعني. فانا برضو بفضل الله تعالى شاركت في كل الماتشات، التصفيات والماتشات كلها، وقدمنا ادوار يعني دخلنا في الدور الاول، وقدمنا عروض كويسه جدا، تعبنا مع امريكا، فزت امريكا 1-1 في وسط ملعب مليان وحاجات هناك بقى طبعا. فبرضو بطوله كبيره غاليه بالنسبه لي انا، والحمد لله اديت فيها كويس بشكل كويس يعني. كاس عالم 90 طبعا الكابتن جوهري بقى علشان يوصل لكم الحلم دوت ولا الهدف ده اكيد اشتغل عليها من بدري، خاصة ان مصر عشان يعني توصل كاس عالم انت النهارده ما وصلتش من سنه 34، فبنتكلم في سنوات وسنوات. اكيد الكابتن الجوهري وهو راجل، اكيد الكابتن ربيع السين يعني بيدله بالفضل كمان، وهو لاعب وبعد كمان ما اشتغل في التدريب اكيد اتعلمت منه كتير. ازاي رسم لكم الحلم بقى جيل 90، الجيل اللي هيفضل خالد في تاريخ الكره المصريه؟ كابتن جوهري انا طبعا كنت قريب جدا منه في النادي الاهلي، وحتى لما في منتخب مصر وبرضه انا مسك مدير فني الاتحاد كنت موجود وانا مدرب عام يعني، فاستفدت منه جامد جدا، وانا بنتمي لمدرسته، ومدرسته انا بحبها جدا جدا يعني. المدرسه العسكريه الالتزام مدرسته والتفاصيل، مدرسته التدريبيه بصراحه على المستوى البدني والمهاري والخططي والنفسي والذهني. فكابتن جوهري طبعا له بصمه كبيره جدا في التدريب في مصر دي حقيقه طبعا، وكان حاجه كبيره جدا 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 يعني. فاحنا طبعا اجتمعنا، انا فاكر اجتماع وجت الاداره اتحاد الكوره، واجتمعنا قلنا ان احنا نبتدي وننظم امورنا وناخد بكل الاسباب، احنا ليه ما نوصلش كاس العالم؟
كنت انا كابتن المنتخب كان قبل ما يجي جمال عبد الحميد، وفي نفس الوقت قلنا احنا نبتدي ونحب بعض، عندنا ترابط وانتماء ونشتغل ونشتغل صح. هو كان بيشتغل صح واحنا اشتغلنا صح معه، وبعدين كان بداخلنا بقى الاصرار بقى والاراده والالتزام والرغبه، مفيش مشاكل عندنا، وخدنا بكل الاسباب اللي ربنا امر بيها اذا كان كوره وغير كوره، ونسينا الانديه شويه وفكرنا في مصلحه بلدنا وطننا مصر، دي حقيقه. وكانت بقى قصه كبيره جدا قابلنا فيها الجزائر في النهائي طبعا، دي المباراه كانت اصعب في المشوار. طبعا قابلنا الصعود كان في شويه توفيق وسامه برده في النتائج في الفرق الثانيه، لان احنا اتغلبنا في ليبيريا دي اثرت علينا شويه في الترتيب، لكن ربنا ساعدنا بشويه حاجات ثانيه بفضل الله، ولحد ما قابلنا بقى الجزائر. الجزائر دي بقى قصه كبيره جدا في الجزائر وفي مصر. قصه الماتشين دول يا اسامه قصص غير عاديه. طب قول لنا يا كابتن. دي حقيقه، ده احنا قابلنا حاجات خارج اللي حضرت يعني خارج المستطيل الاخضر، قابلنا حاجات في فندق في شارع في مطار خد بالك في اتوبيس، لا قابلنا حاجات صعوبات كبيره. حتى التمرين التمرينه اللي هي الرئيسيه بتاعه المباراه الملعب مليان على الاخر ومضايقات وخد بالك استفزاز وحاجات كتيره جدا، لكن بفضل الله الثبات عند ربنا، ثم اللاعب المصري بقى واصالته وانتماءه وحبه البلد ووطنه قدرنا ان احنا نخرج بصفر صفر في الماتش الاولاني. كان ماتش انا ما انساهوش ابدا في الملعب يا اسامه، عملنا ماتش كبير جدا وقابلنا فرقه بحجم الجزائر، الجزائر كان كله محترفين، كان هم وصلوا 82 كاس عالم و86 وناقص 90 يوصلوا، لكن بفضل الله قدرنا نوصل كاس العالم في الجزائر عن طريق المباراه 0-0 لحد ما جينا بقى القاهره. اسبوع بقى القاهره كاس العالم بقى والماتش ده، ما بص بقى حضرات الكابتن جوهري كانت شكلها ازاي؟ ما حضراته طبعا الكابتن جوهري الكابتن جوهري كان بيحفظكوا اللعيبه اللي قدامكم، يعني دي حقيقة. يعني كل التفاصيل عن كل لعيب. بص اللاعب المصري دايما هو عاوز التحفيز، عاوز الشغل الكتير. اللاعب المصري عقليه اللاعب المصري كانت محتاجه كده، كانش لسه الاحتراف اتفتح وقتها، كان لسه اللاعب برافو عليك. فطبعا انك تقابل لاعب محترف لازم تقابله، تقابل القوه بقوه، السرعه بالسرعه، المهاره بالمهاره، خد بالك التركيز بالتركيز. فكان بيحفظنا، لان احنا ممكن احنا هو كان ممكن ننزل وننسى وعادي، لكن لا، فكان بيدرس الفرق ونقعد نحفظها ويختار القدرات اللي واجه بيها الفريق المنافس على المستوى، خد بالك. فاللي اقصده ان الماتش الثاني كان له قصص كبيره جدا يا كابتن اسامه. قدرنا بقى ان احنا نوصل نعمل المعسكر. طبعا انا كنت محترف وموجود بره في قطر، ورحت رجعت قبل البطوله الماتش ده باسبوعين، جسد الكابتن كوري استدعاني وجيت ونظمت امورنا وقعدنا بقى. حياتنا كانت عسكريه يا اسامه، قاعدين تمرين صح وبعضه، محاضرات، ممنوع الدخول، ممنوع الخروج، الاكل، المحاضرات. يا كابتن ربيع، كابتن جوهري كان بيفرجكم على المباريات بالتصوير بطيء سلو موشن عشان يحفظكم. كنا بنسمع ان اللعيبه في المحاضرات من كتر المحاضره كابتن جوهري ينور النور تلاقي في لعيبه نايمه على الكراسي. القصه دي هو واحد بس كان هو كان بيحفظنا ونقعد طبعا فترات طويله جدا، يجي لنا ماتشات يتفرج عليها، يتفرج على المنافس ويتفرج على نفسنا ويسجل لنا احنا، ويبتدي يشرح احنا هنقابل الفرقه ازاي، هنقابلهم ازاي، شغلنا ازاي، كوره ازاي. وده يعني بصراحه كابتن جوهري كان سابع عصره، مدرب من وجهه نظري مش هيتكرر خالص في تاريخ الكره المصريه. دي حقيقه تدريبيه. في وقت مين اللعيب اللي كان بيلعب في المحاضرات يا كابتن ربيع؟ هو واحد بس ونام كده، يعني الظاهر كان تعبان من التمرين وصحى بعد الظهر بدري، لان بينام بدري كابتن بدري. فاحنا طفينا النور وبدري طبعا وبدا الماتش. كويس. فبدري بقى مع ان النور اتطفى وكان ظهر مجهد جدا فنام وسرع في النوم. وبعدين رحنا ايه الماتش خلص، فرحنا بقى على الماتش كله. فاحنا شايفينه قالوا سيبوه ينام سيبوه. ففتحنا بقى النور بعد ما خلص الماتش. والكابتن بقى ساله واحنا يا بدر الاوت، قالوا الاوت، الاوت ده في بدايه الماتش، الماتش خلص يا بدر. اوت ايه ده، الماتش خلص يا بدر. بدر كان دمه خفيف طبعا، لذيذ جدا. وكنا يعني بنهرج ونهرج ومفيش مشاكل، بس كنا مركزين في الشغل. فين يعني ايه شغل؟ يعني مسؤوليه، يعني انتماء، حب لبلد كبير جدا لها افضال كتيره، هي اللي صنعتنا وهي اللي عملتنا وهي اللي عايشين في خيرها. المباراه الاصعب في كاس العالم يا كابتن، البدايه جول هولندا، ايطاليا وكاس عالم تسير هولندا وانتوا نازلين كده في الطرقه في الممر، وانتوا نازلين على ملعب المباراه وجنبكم نجوم هولندا. طبعا لا كانت اولا لما جت القرعه، لما قالت لك هولندا وانجلترا وايرلندا كله سبعه تغلبوا سته خمسه، كان كده فعلا التصنيف.
لكن هو احنا استعدينا كويس ولفينا طبعا اوروبا واستعدينا كويس. بس لا، انك تقابل ابطال اوروبا 88 انك تتفرج عليهم وبعدين يبقوا جنبك في الغرفه وبعدين ينزلوا الطرقه وبعدين يخبطوا بالجزم في على الارض البلاط ويستعدوا وبعدين نيجي نشوفهم وبعدين يشوفونا وبعدين اطوالهم اجسامهم يا اسامه صعبه جدا. واحنا مع احترامي مهما برضو ان يعني احنا كنا هواه استعدادنا برضو بس احسن مباراه عملت طبعا عشان احنا ذاكرنا كويس ذاكرتوها كويس عشان حفظنا عشان احترمنا المنافس قوي عشان كنا مركزين. فطبعا الجمهور ادانا دفعه كبيره جدا والبدايه خد بالك البدايه فرقت معانا واحنا يعني كنا بنلم بعض بقى ونكلم بعض ونزرع السخ مع بعضينا ونوزعها على بعضينا برضو مع الفنيات. فكان شغل كبير جدا من كابتن جواري، شغل كبير جدا من اللعيبه، جمهور كان موجود معانا في ايطاليا هناك كاننا في مصر يا اسامه. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ثم والاداره بتاعه اتحاد الكوره منظومه ماشيه كلها في الطريق السليم، فربنا وفقنا ودينا نعمل مباراه كبيره جدا جدا اسعدت الجمهور. واحنا كانت سعادتنا كبيره جدا من اول ما خلصت المباراه في الملعب لحد غرفه الملابس للاتوبيس للفندق. وانتوا سعداء بالاداء اللي انتوا قدمتوه قدام هولندا؟ طبعا مفيش سعاده واحد مع منتخب طبعا. كبير بحجم هولندا بحجم النجوم دي كلها، اعتقد ان المباراه كبيره جدا يعني مش هنساها ابدا. وحضرتك تتكلم عن التاريخ المشرف ده كابتن ربيع، ما شاء الله المليء بالانجازات والبطولات وكمان بال يعني سواء بطولات محليه او بطولات قاريه، يعني شايفين عند حضرتك مجموعه من الصور، مجموعه صور جميله برضو. يا ريت يعني تحكي لنا عن قصه كل صوره، انها يعني كل صوره ليها حكايه. فتعالى نحكي مع بعض بقى قصه كل صوره. احكي لنا بقى كابتن ربيع عن الصور الجميله دي، لكل صوره لها ذكرى حلوه مع كابتن ربيع. احكي لنا بقى قصه كل صوره. دي اول صوره يا كابتن اسامه، دي في امريكا في اولمبياد لوس انجلوس. كان معانا قائد كبير جدا وكابتن كبير طبعا، حاجه جميله جدا، كابتن محمود الخطيب. فالصوره دي واحنا كنا يعني بيبقى عندنا يوم فري بنخرج نفسع وبتاع، فهو كقائد كبير واخ طبعا للجميع وحاجه انا بعتز بيها جدا جدا. في يوم الايام كنت مع كابتن كبير وقائد كبير اسمه كابتن محمود الخطيب عبوب، النجم بقى طبعا، نجم في الكوره كبير جدا. وكنت انا وكابتن خطيب وكابتن مجدي عبد الرحمن. دي صوره كابتن اسامه انا بعتز بيها جدا طبعا في امريكا ومن الحاجات الكويسه، فصوره بعتز بيها جدا يعني. دي صوره برضه انا بعتز بيها، ده في اول تجمع لينا في منتخب مصر في بدايه مشوارنا لكاس العالم. دي بعتز بيها كابتن اسامه، كنا بنصلي مع بعضينا، كان كابتن جواري، كابتن حازم، كابتن بصري، حازم كرم الله يرحمه. دي صوره انا بعتز بيها جدا جدا، دي بدايه المشوار. خلصت يعني دي اول يوم في المعسكر، اول يوم في المعسكر ابتديتوها بالصلاه قبل التمرين. فدي ما انساهاش، لو تلاحظ الزي على مصر بحياتك. فالصوره طبعا بعتز بيها جدا. قبل ما اروح للصوره الثانيه كابتن ربيع، كانت كواليس كابتن ربيع ايه قبل كل مباراه؟ طبعا انت عارف يعني ليك عادات كده دايما. طبعا بص، انا احب الهدوء وبحب التركيز جدا واحب الراحه وما احبش حد يشغلني. لما يكون عندي تمرين او عندي بستعد لحاجه بحب افرغ نفسي تماما وبنسى اي حاجه غير ربنا سبحانه وتعالى. بحب ان انا صلاتي ودايما ببقى قراني طبعا، ده مهم جدا عشان برضو ده بيدي حاجات دفعات كويسه جدا طبعا، مفيش كلام يعني ربنا. وفي نفس الوقت ما بحبش حاجه تشغلني خالص وبقفل على نفسي كويس قوي. ده عاداتي وتقاليدي قبل اي مباراه. تمام. الصوره اللي بعد كده دي طبعا كاس افريقيا 82. بعتز بيها جدا لان دي اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي واتصورت فيها. دي اول بطوله افريقيه 82، ده كاس افريقيا 82. صوره طبعا ما انساهاش وبعتز بيها جدا، وبطوله اعتقد انها غاليه للعيبه وللجمهور وللاداره والكيان. انتوا قصيتوا شريط البطولات بالنسبه للجيل بعد كده بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي صوره ما انساهاش. ده برضو كاس افريقيا، ده كاس افريقيا برضو، واحنا وانا في الطياره بعتز بيها 82 برضو. لا مش دي 82، انما ده تقريبا الكاس الابطال الكوس اللي بعد كده عندنا ده 84 85 86 كده. ان ده كاس ده بعد مكتوب حتى بعد الاحتفاظ بكاس، ده كانت ثالث كاس ابطال كاس. فبعتز بيها طبعا مفيش كلام، صوره يعني بكاس وللنادي دي حاجه طبعا انا اهتم بيها. فادي الصور طبعا دي بفضل الله تعالى ما انساهاش. كلها كوز بفضل الله تعالى يعني، كانت بطولات بنعتز بيها. ودي صوره في افريقيا انا وحشيش ومجدي. كنا بقى مسافرين وقاعدين في المطار بننتظر الطياره. انا بس عايز فيه هنا يعني لفت نظري في ظهر الصوره واحد كاتب الجوهره السمراء في النادي الاهلي كابتن ربيع ياسين، وكاتب لك من زملكاوي
دي حقيقة. الى لاعب كبير اهلاوي. يعني عارف اللي اداك الصوره دي واحد زملكاوي. تعرف يا سماء الصور دي احنا الصور هم اللي كانوا بيدوانا. يعني عندي البوم كده لقيته دلوقتي واحد بيجي لي قال لي مثلا قدام النادي الاهلي يقول لي انا بحبك اتفضل يا كابتن البوم. هو اللي بيعمل. احنا ما كناش كانت الامور بسيطه وسهله وصعبه ما كانش فيه الامكانيات دي كلها. فكانت الناس من حبهم للقدرات وللنجوم تجيب لهم صور وتصورهم. كانت علاقتكم ببعض كانت اهلي وزمالك واسماعيلي وكل في المعسكرات المنتخب كمان علاقه جيده. دي حياه وسام. كنا بنروح الانديه وهنا ويجولنا وحب وترابط وجمال وزي الفل. مش حاجه خالص. الصوره اللي بعد كده ده كاس مصر ولا كاس افريقيا؟ لا دي احنا في كاس برضو. انا ومجدي وحشيش كنا في المطار قاعدين ان احنا بقى منتظرين دور المطار والطياره وخد بالك فبناخد راحتنا. بص الزي بتاعنا. بص خد بالك كوتشات. بص التعب. حاجه جميله جدا يعني. جميلة. طبعا. دي بقى برضو صوره انا بعتز بيها جدا. مع الكابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه في المنتخب. كان عندنا ماتش في استاد القاهره بالك وكسبناه بفضل الله تعالى. وصوره بنستعد بيها قبل المباراه دي منتخب مصر ما شاء الله. كمان شاف شكل الجمهور في استاد القاهره. كان مفيش مكان في الثمانينات يا سما كان الجمهور بيملى الملعب. النهار مثلا ان مفيش جمهور 60-70 ألف. تعودنا على كده واحنا من غير دول يعني برده كان بدون دفعات. وكناش نخاف. الثبات الانفعالي كان عند الاجيال القديمه كانت موهوبه بفضل الله. فطبعا صوره بعتز بيها مفيش كلام. كابتن ربيع السين لما بيقعد بقى كده هو قاعد مع نفسه بيسترجع ذكريات الحلوة من بداية بني سويف وهو لسه ناشئ صغير لما انتقل للنادي الأهلي. تاريخه مع النادي الأهلي في كل البطولات الأفريقية والمحلية وكمان التاريخ الكبير المشرف مع منتخب مصر وفي كل البطولات. مين الكابتن ربيع سين عايز يقول له شكرا وكان صاحب فضل على كابتن ربيع؟ الشكر لله الأول طبعا سبحانه وتعالى ثم الادارات اللي كانت موجوده في النادي الاهلي اللي انا بعتز بيها واحترمها طبعا جدا جدا على رسول طبعا سياده الفريق المرتجي دي حقيقه. كابتن صالح سليم حقيقه. الكابتن حسن حمدي. الكابتن محمود الخطيب. كابتن كل الادارات اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. كابتن محمود طاهر. كل الادارات. استاذ كمال حافظ لان هو كان تعب جدا معايا واجتهد واشتغل معايا واختارني بالك. الجمهور طبعا بس ما اقدرش اشكره جدا. الجمهور طول عمره في ظهر لعيبه النادي الاهلي لحد اخر لحظه. لو تلاحظ البطولات كلها النادي الاهلي جمهوره بيحسم بطولات يا وسام في الثانيه الاخيره في دقيقه. جمهور طبعا. اللعيبه اللي انا عصرتها. الاجيال اللي انا لعبت معاها. المدربين يا وسام طبعا مفيش كلام. كل الناس كان ليها فضل كبير جدا فما انساش ما اقدرش انسى الناس دي ابدا. الكيان طبعا اللي انا اتشرف ان انا كنت فيه لاعب في يوم من الايام فيه. فكل دول انا بشكرهم طبعا ربنا ثم الجميع. وفي نفس الوقت يا رب ما اكون نسيت عم عبده بقاله الله يرحمه. ده له دور كبير جدا يا اسامه. فكل دول انا بشكرهم طبعا ويا رب الاستمراريه للنادي الاهلي ودايما الكيان الكبير في المقدمه ومشرف الدنيا كلها باذن الله. واحنا النهارده جينا لك كابتن ربيع عشان نقول لحضرتك شكرا. شكرا على مسيره طويله ومسيره رائعه من الاخلاق والبطولات. ما شاء الله كابتن ربيع سين تاريخ مشرف واحسن لاعب في مصر واحسن ظهير ايسر جه في تاريخ الكره المصريه. جينا لك النهارده علشان نرد لك جزء من الجميل ونقول لك شكرا. شكرا جزيلا. انا بشكرك وشرفتونا نورتونا وكل عام وانتم طيبين. يسعدنا دلوقتي وتسمح لنا دلوقتي نقدم لحضرتك درع قناه الاهلي. ماشي. على المشوار الرائع والطويل ده. ماشي. هشكرك. اشكرك يا استاذ. شكرا كابتن ربيع سين. بالنسبه لي وبالنسبه لكتير من اللي بيتابعوا الكوره هتكلم على الشقين. الشق الاولاني في الملعب اعتقد انه واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر في الحته الشمال او الظهير الايسر. حاجة الثانيه واحد من اللعيبه القليله اللي لعبوا كل البطولات اللي ليها علاقه بالمنتخبات وليها علاقه بالانديه. حقق تاريخ طويل وحقق انجازات. انا اعتقد ان الحاجات دي كلها مش بتتحقق الا لما بيكون يعني شخص مجتهد جدا وعارف هو عايز ايه. يعني الزمن طبعا غير الزمن ولكن كل نجوم الزمن اللي الواحد للاسف ما لحقش يحضرهم لحد دلوقتي الناس بتتكلم عليهم والناس بتستضيفهم في البرامج والناس بتسلم عليهم في الشارع وبتصوروا معاهم. عكس دلوقتي ممكن يكون في كتير من اللعيبه اللي يعني على السوشيال ميديا مكسرين الدنيا ولكن بتلاقي مش نفس المردود اللي ممكن تلاقيه مع النجوم اللي قبل كده. لو كان في سوشيال ميديا زمان اعتقد ان الموضوع كان اختلف تماما تماما تماما. يعني فده على المستوى اللي ليه علاقه بكره القدم. اما بكره القدم ولكن من ناحيه التدريب واحد من المدربين الشاطرين جدا اللي انا دايما مقتنع ومعتقد ان ربنا بيدي كل واحد موهبه. فممكن يدي واحد مذيع في حتته ممكن يدي واحد لعيب كره في حتته ولكن كمان
مدير فني يعني تسيبه مع فريق أن كان إيه الظروف، بيعرف يعمل إنجازات، بيعرف يعمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا، والحمد لله هو يعني بيحقق نجاحات في أي حتة بيكون موجود فيها. يعني آخر مدرب في تاريخ مصر بعد كابتن حسن شحاتة اللي حقق بطولة مع منتخب الشباب أفريقيا كان كابتن شوقي غريب، حقق 23 سنة، لكن الكابتن ربيع آخر وقت حقق في 2013 بطولة. الحمد لله نجاحاته مع 3 منتخبات 89 ومنتخب 93 و2001 اللعيبة وكم اللعيبة اللي خرجوا لمصر من الشباب الصاعد الواعد ده في كل الأجيال حاجة محترمة في بتروجيت نجاحات الحمد لله، ولسه دي بس البداية ما مجرد إلا على المستوى بقى الإنسان. يعني الناس كلها تشهد بأخلاقه يعني بسلوكياته. قناة الأهلي يا كابتن ربيع على مشوارك الرائع وعلى المسيرة الطويلة من الإنجازات والبطولات. شكرا كابتن أسامة، بشكرك وبشكر قناة النادي الأهلي وكل القائمين على قناة النادي الأهلي، ودايما في المقدمة يا رب كده، ودايما النادي الأهلي كبير دايما يا رب وبيسعد كل جمهور وبيسعدنا، فبشكرك ودايما بالتوفيق والنجاح كابتن أسامة. احنا بنسعد بحضرتك وبشكرك جزء من الجميل على تاريخك الطويل والمشرف. شكرا كابتن أسامة، شكرا جميعا لقناة الأهلي وشكرا ليكم، ودايما بالتوفيق والنجاح إن شاء الله يتعالى. شكرا كابتن، شكرا. اسمح لنا برضو يعني إيه يعني تمضينا على يعني تيشيرت الاهلي بالنسبه للبرنامج رد الجميل. ليكن رد الجميل فرحتنا كتير مهما عملنا قليل، وهو فرحتنا كتير. عارف مننا برضو على الكرة مهما عملنا قليل، وهو اليوم اللي فيه ليكن رد الجميل. فرحتنا كتير مهما عملنا. شكرا كابتن سامح، شرفت نورك كابتن الملح، توفيق دايما، موفقين دايما.